أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة كما عودناكم بنقتحم ملفات المسؤولين داخل دواوين الجهات الحكومية، ويا حبذا إذا كان المسؤول مستجيب فدائما وأبدا يجب الرجوع إليه لتقديم يد الشكر، لأن من لا يشكر العباد لا يشكر رب العباد. وإذا كان رب العباد توجب علينا أن نشكر، رجعنا الآن بعد أن تجاوزنا حدود محافظة الأليوبية بجميع الاتجاهات لسماع آراء المواطنين ولجمع استمارات الاستبيان عن دور كيان مهم داخل محافظة الأليوبية، وهو دور الطب البيطري الذي يعتبر أيقونة أساس داخل وزارة الزراعة وداخل محافظة الأليوبية. النهاردة رجعنا لمكتب الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري عشان نقول ما تم وما سيتم وما رأيناه رأي العين على أرض الواقع من إنجازات، وده عرضناه على سيادتكم في الحلقة السابقة والحلقة الحالية. النهاردة هنحب نتوجه بالشكر وخالص الشكر للدكتورة أمل العسيلي ونقوم بتسليمها درع التميز لهذا الشهر، حيث أنها مسؤولة متميزة وهي حبذا لو كانت قيادة نسائية. كنا سابقا عندما حضرنا إلى مكتبها لم نكن يعني نحبذ أو نرى أن هذا الإنجاز حقيقي، لكن عندما تخطينا كل الحدود وسألنا كل الأسئلة وفتحنا كل الملفات ونزلنا الشارع وذهبنا إلى المجازر وذهبنا إلى المزارع ومراكز تجميع الألبان وسمعنا الفلاحين والمربين والمنتجين والمستثمرين، فوجب علينا أنها رسالة أمانة أن نعود إليها ونشكرها. بنشكر حضرتك دكتورة أمل. شكرا لحضراتكم وشرفتوا الأليوبية، وده مجهود أطبائنا، وشكرا لكم. مش عارفة أقول لكم إيه بصراحة، نورتوا الأليوبية. هو دكتورة أمل، إحنا طبعا في الحلقة السابقة لما اقتحمنا مكتبك يعني وسمحت لنا إن إحنا نقتحم مكتب، شرف لي لسماع آراء المربين وآراء المواطنين والفلاحين وسماع مطالبهم. ما نحبش نقول شكاوي لأن إحنا شفنا الإنجاز خلاص. كانت في الحلقة الماضية قلنا شكاوي واستغاثات، لكن لما بدأنا ننزل على أرض الواقع ونشوف العمل وتطرقنا إلى هذا الملف، الملف الطب البيطري داخل مراكز الأليوبية، وجدنا تميز. نظرتنا كانت في الأول محدودة أن قيادة نسائية ممكن تكون على قد المكتب بس، لكن بسم الله ما شاء الله وجدنا قيادة متميزة لا تفرق بين سيدة أو رجل، لا تفرق بين سين أو صاد، يحكمها القانون، يحكمها دولاب العمل. بنشكر حضرتك ويشرفنا ان احنا نسلمك درع التكريم النهارده، ونتمنى ان يعني يحزو حزوك جميع القيادات داخل دواوين الحكومات والمحافظات. شكرا لحضراتكم، شرفتوا الأليوبية، وده مجهود القيادات العليا، لان انا بنفذ التوجيهات سواء لوزارة الزراعة او الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومجهود معالي المحافظ وتوجيهاته معانا وتوجيهه للجهات، جميع الجهات المنوطة بالعمل معانا انها تساعدنا، ده وأطبائنا طبعا في المجازر والوحدات وداخل المديرية، ده مجهود للكل، والدرع إهداء ليهم، وألف ألف ألف شكر لحضراتكم. فندم شرفنا أن قيادة وطنية يعني تكون مثال وقدوة لكل قيادات الدولة سواء في الصف الثاني أو الصف الثالث، لكن كله بيخدم الوطن. الحمد لله، والوطن أهم من أي شيء. شكرا. وحب العمل لدفع عجلة التنمية والاستثمار مهم جدا، وده اللي بيدعو به كل قيادات الدولة على رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وده واجب علينا وطني، ما ينفعش نسيبه ونغفله. زي ما احنا بنيجي نقول عندنا مشاكل وبنقول لكم حلوا المشاكل، واجب علينا نشكركم لما تستجيبوا ولما نلاقي تميز. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك دكتور، فرصة سعيدة فندم. شكرا لحضرتك، الف شكر. اعزائي المشاهدين، مش هينفع طبعا نغادر الطب البيطري الا بعد سماع بعض ترشيحات أو بعض ما يدار داخل مديرية الطب البيطري من الصف الثاني داخل المديرية، وكلامهم إزاي الدكتورة أمل بتدير خلية النحل ومنظومة العمل حتى يتم الإنجاز على يد الفريق الواحد. دكتور السيد محمد زيادة مدير إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري. حقيقة دكتورة أمل العسيلي طبعا احنا لا نزكاها على الله، هي بصراحة مش تستاهل جائزة الشهر، تستاهل جائزة كل شهر. وبعدين هي زميلة اشتغلنا مع بعض زمان أيام كانت لسه طبيبة ومديرة إدارة، والحمد لله صعدت بمجهودها
وطريقتها في العمل وشغلها وكفاءتها صعدوها وبقت مديرة مديرية، والحمد لله كان لنا الفخر ومن حسن حظنا انها كانت معانا. اما بالنسبة بقى لتجربتها الشخصية معانا فطبعا مش حدث ولا حرج، يعني بصراحة الانتظام الانضباط يعني كل حاجة في العمل تسجل في الورقة عندها، كل حاجة، كل مواضيع، كل الشكاوى، أي مشكلة، أي حاجة بتحصل في شغل الطب البيطري، أي حد يشتكي أي حاجة في دماغها وموجود معاه وتقوم اللجان المنوطة بالشغل ده. وأنا أذكر بصراحة أن كان في شكاوى كتير، الشكاوى دي كانت بتجينا وبنضطر أن احنا نفحصها ونروح في وقتها، أحيانا كان بيبقى في وسط الليل وتطلع اللجان وتشوف إذا كان في عجول ميتة، إذا كان في أي مشاكل، أي حاجة، أي أمراض، أي حاجة، وبناخد عينات وبتوصل للمعامل، وده طبعا تحت إشرافها. وأحيان كتير جدا جدا في هذه الأشياء كانت بتبقى معانا ويعني لا يفرق عندها ليل من النهار في الشغل. دكتور انور مصطفى مصلحي، مدير اداره مركز بنها البيطريه تبع مديريه الطب البيطري بالادويه. دكتوره امل العسيلي، وكيل وزاره الطب البيطري بالادويه، كان من حسن حظي ان انا اتعاملت معاها من اول مشوار عملي في الاول خالص، من اول ما اتعينت، فكان ده من حسن حظي منها، فانا اتعلمت منها من ايام ما انا كنت لسه في البدايه خالص. دكتور امل من احسن القيادات اللي عدت على الادويه، وقد يكون هي افضلها. وجود دكتور امل في الادويه حط محافظه الادويه على القائمه الاولى، خلاها في المتصدره القوائم الرئيسيه في العمل كله، سواء تحصينات، سواء مجازر، سواء رعايه وعلاج، في كل ما يخص الطب البيطري. والله هو عملنا مع دكتور امل ادينا شويه قواعد جميله، انا عن نفسي بعتبرها انها يعني رولز مهمه جدا ان احنا نمشي عليها في حياتنا الوظيفيه. وان كان ان شاء الله في نصيب ان انا كنت من القيادات، اكيد همشي زي ما هي علمتني ان الشغل رقم واحد، نشتغل صح تحت اي ظرف من الظروف مهما كانت النتيجه، لازم الشغل يكون صح. علمتني ان لازم الواحد يبقى قائد مش مدير، لازم يكون على اتصال بكل فريق العمل اللي معاه، وعلاقاته الشخصيه بقى كويسه جدا. علمتنا ان احنا تحت اي ظرف من ظروف العمل رقم واحد، ما فيش اي حاجه تانية الا العمل، مهما كانت العواقب والنواتج، لا، لازم العمل يتم بطريقه سليمه ويتم بطريقه صح. ان احنا لنا لازم يكون لنا علاقات شخصيه مع موظفاتنا او الموظفين اللي موجودين او كفريق العمل اللي معانا في الشغل، ان مش بس مجرد عمل، لا، احنا كمان في علاقات شخصيه، بنزورهم وبيزورونا وفي اي مناسبه بنكون معاهم. علمتنا ان احنا يبقى الشغل ابديت، ان عندنا معلومات يوميه موجوده بالاحداث الشغل اللي موجوده، ان احنا بنتابع الشغل من اول النهار لاخره، مش بناخد الموضوع كانه مجرد فصلنا عن الشغل خلاص احنا مشينا، لا، ان احنا معلومات الشغل لازم تبقى معانا طول النهار. فدي من الحاجات الجميله اللي اتعلمناها من دكتور امل. دكتور محمد مصطفى شهاب، مدير المكتب الفني لوكيل وزاره، مدير مديريه الطب البيطري بالاليوبيه. في الحقيقه لو اتكلمنا على الدكتور امل عبد الفتاح العسيلي، اول حاجه بنشكر حضراتكم، وهو تكريم صدف اهلي في إيجاز كده. النقاط اتعلمناها فعلا دي حقيقة من الدكتورة أمل. أولا work under stress، مهما كانت الظروف تلاقي الدكتورة أمل شغالة وفي دماغها كل المواضيع. وحاجة كويسة جدا اتعلمناها منها إن دايما معاها أجندة أو بلوك نوت مسجلة فيها كل حاجة، ودي حاجة اتعلمتها في شغلي. دايما كنت أمشي ومسك إدارات مختلفة قبل كده معايا بلوك نوت كاتب فيها جميع النوتس اللي ممكن أتسئل فيها في أي وقت، سواء من داخل المديرية أو خارج المديرية. الحاجة التانية خلاف ان كل حاجه علمتنا ان كل حاجه بالكتابه، نكتبها عشان نتذكرها. الحاجه الثالثه work under stress، يعني مهما كان الظروف تلاقي لا يبقى عندها اي مشاكل سواء في العمل او في البيت تلاقي بتكلمنا بالليل بتتابعنا كده. الحاجه الرابعه ان هي عندها اسلوب جميل قوي في البانشمنت والريوردز، يعني الثواب والعقاب، واهم حاجه انها دايما بتعمل موتيفيشن للناس اللي معاها وبتحفزهم، عمرها ما سابت اي موظف او طبيب زعلان، ومش بالطبطبه، لا، ده بالحيثيه، انت زعلان من ايه؟ ده انت زعلان، لا انت محقف دي، لا ما انتش محقف دي. فحاجات وفيها مصداقيه، انا اخترت فلان عشان ده اكفأ منك في كذا، اخترتك عشان تعرف منه كذا. الحاجه الاخيره وشهاده حق قدام ربنا، ملهاش، ما بتجاملش اي حد على حساب الشغل، يعني على يدي بحكم ان انا مع حضرتها على طول، ما فيش المجاملات الشخصيه، لا، كله في مصلحه العمل، إن كان أي حاجة لمصلحة العمل بتمشيها، غير كده عمرها ما عندهاش أي مجاملات على حساب الشغل.
حضرتك يا فندم، احنا النهارده في مشروع استثنائي من المشروعات اللي اتكلم عنها سياده الرئيس، وهي مركز تجميع الالبان. عايزين نعرف ايه خطه مديريه الطب البيطري لمساعده مراكز تجميع الالبان، وفي نفس الوقت لتطويرها، وفي نفس الوقت لتحسين جوده الابن المنتج من مراكز تجميع الالبان. هو طبعا بالنسبه لمراكز تجميع الالبان، طبعا فخامه الرئيس دي توجيهات منه ان احنا لازم يبقى فيه تطوير المراكز لوصول كوب امن لبن امن للمواطن. احنا عندنا في القليوبيه 8 مراكز، 5 حصلوا على الغصب. دور الطب البيطري بيبتدي من المزرعه، ان الحيوان اللي هيدي اللبن للمكان مركز التجميع بيكون له سجلات عندنا، سجل ترقيم وتسجيل بالنسبه للحيوان، بيبقى فيه سجل اسمه اختبارات درن وبروسيلا، في سجل تاني بتاع تحصينات الحمى القلاعيه، في تحصينات تانيه. طبعا كل ده علشان الحفاظ على الحيوان، وعشان ما فيش في امراض مشتركه بين الحيوان وبين الانسان ما توصلش للانسان عن طريق كوب اللبن. مراكز التجميع طبعا لما بيوصل لبن لازم يكون المزرعه قريبه من مركز التجميع علشان يوصل في خلال ساعه. ده طبعا بالنسبه للايه، لبعد المكان بين المزرعه وبين مركز التجميع. بالنسبه بقى للمراكز التجميع اللي اتطورت، طبعا كانت المراكز موجوده بس ما كانش فيها لازم يوصل اللبن عن طريق مثلا الاحواض الاستانلس، دي ما كانتش موجوده قبل كده. هم دلوقتي موجود ان هو كل المراكز بتستخدم اللي هي الاستانلس علشان اللبن يبقى في مكان نظيف وكده. الوعاء اللي بيوصل فيه اللبن من المزرعه للمركز هنا لازم يكون احواض استانلس، ما تبقاش يعني الومنيا ولا بلاستيك، لان دي بتبقى فيها ميكروبات ونسبه الميكروب فيها بتبقى عاليه جدا. بالنسبه بقى للطب البيطري، وزاره الزراعه كمان طبعا اللي بتهتم بالحيوان بتاع المورد وبتاع المزرعه من ناحيه القيمه الغذائيه اللي هي بتوصل للحيوان، الاعلاف اللي بتوصل دي لازم بكون بشكل معين وكده، فيها نسب معينه من البروتين عشان يبقى عالي، عشان يبقى اللبن نسبه البروتين والدهون والحاجات الفات الموجود فيها تبقى عاليه. يعني وبالتالي بيكون نسبه جوده اللبن اللي هتوصل للمواطن كويسه، وبيستفاد طبعا مركز التجميع لان هو بالطريقه دي بيبقى نسبه قيمه اللبن بتاعته بتعلى من ناحيه القيمه الغذائيه، وبالتالي هو يقدر يوصل اللبن بتاعه لاي مكان هو عايزه، يعني بيعتبر زي براند كده. بيعمل فيه طبعا مراكز تجميع بتعمل تصنيع، تصنيع منتجات اللي هي الالبان بقى كلها، جبنه، زبادي، منتجات كل الالبان يعني. ده بالنسبه للمراكز التجميع. طب احنا وصلنا كم مركز تجميع البان في القليوبيه؟ احنا عندنا اللي بيتطور حاليا طورنا 8 مراكز تجميع. 8 مراكز تجميع اتطوروا، 5 حصلوا على الغصب. ودي طبعا حاجة كويسة جدا، يعني كان في زمن قياسي يعني مش كبير. طب النهاردة مركز تجميع الألبان لما بيحصل على الغصب، إيه الإفادة منه بالنسبة للسوق؟ إن هو بيقدر يعني يوصل المنتج بتاعه لسعر كويس لأي مكان هو عايزه، ممكن يوديه في أي مكان، مثلا حتى لو حابب إن هو مثلا يصدره ويوزعه على أماكن مثلا غير مثلا مكان فنادق أو حاجات، أي مكان يقدر يوصل المنتج بتاعه وهو مطمن، لأن هو طبعا اللبن بتاعه بيبقى يعني نسبة البروتين ونسبة الدهون ونسبة الميكروب فيه قليلة جدا، مفيش يعني زيرو ميكروب، لأن طبعا اللبن لما بيجي يوصل بره بيخش على المختبر بيشوفوا نسبة الدواء، نسبة البروتين، نسبة المية، كل دوت بيتعاملوا فيه في المعمل هنا في المركز. دكتورة منى وجودة، بحكم ان حضرتك مسؤولة عن مركز تجميع الألبان، لما بتبقي في مرور على مركز تجميع الألبان أول حاجة بتبص عليها ايه؟ النظافة وطبعا المعمل مهم جدا ان هو يكون موجود،
والنظافه والشهادات طبعا بتاع اللي هم اللي العمال اللي بيبقوا موجودين في المركز. الشهادات الصحيه. الشهادات الصحيه دي مهمه جدا يعني، ان هو وطبعا بالنسبه لهم كمان اللي هي الهيجين يعني، الحاجات اللي هي بتبقى تعقيم، التعقيم لازم هنا يبقى عالي جدا يعني، في تعقيم للعمال في غرفه العمال مخصوصه بيعقموا فيها قبل دخول هنا المكان. وطبعا بالنسبه برضو لاي زائر او كده برضو لازم يبقى في تعقيم، في حط تعقيم بره، وللعمال الملابس بتاعتهم تتغير وبيعقموا وبيدخلوا للمكان اللي هو الشغل بتاعهم. طب لو انا شاب وعايز اعمل مركز تجميع قلبين، ايه دور الطب البيطري في انه يساعدني ان انا اعمل انشئ مركز هو تجميع؟ اهم حاجه في المركز التجميع القلبين المكان، يعني المكان بتاعه. وبعدين بالنسبه لينا احنا هو المسؤول عن ان يديك ترخيص وزاره الزراعه، فهو بيقدم الورق بتاعه وبتقوم لجنه بتعين المكان يصلح او لا يصلح، ينفع يتعمل، لان طبعا لازم في اماكن تهويه، لازم يكون سيراميك ويعني نظيف، مكان ينفع انه يتعمل فعلا مركز تجميع. فدي بتقوم لجنه وبتقول ان المكان ده يصلح او لا يصلح، بعد كده هو بيقوم باجراءاته من وزاره الزراعه، بتبدا اجراءات التراخيص بتاع المكان. حضرتك شايفه مشروع مركز تجميع الالبان مربح للمستثمر اللي عايز يعمله ولا مش مربح؟ اه طبعا اكيد مربح، لان اللبن اللي هو بيشتغل فيه وكده بتوصل لنسبه النقاء بتاعته ونسبه ان هو خالي من اي مثلا امراض او كده عاليه جدا، فبالتالي ناس كتير جدا هيبقوا حابين يشتروا من المكان ده، لان طبعا هم عارفين ان في رقابه على مركز التجميع الالبان، فبيبقى اللبن بالنسبه لهم ده امن يعني، دي الحاجه كويسه يقدروا ياخدوها هم مطمنين، لان طبعا في امراض مشتركه جدا وبين الحيوان يقدر ينقلها عن طريق اللبن بسهوله جدا للانسان، فطبعا هو بيبقى الناحيه النقطه دي هو مطمن منها. نشكرك على هذا اللقاء الشيق، وان شاء الله في تميز دائم، وان شاء الله افتتاح لمشروعات من مراكز تجميع الالبان اكثر باذن الله. ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة معانا لقاء حصري من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة اللي احنا متابعينها خلال أيام وخلال حلقات مضت. بنتوجه إلى الزيارات الميدانية المفاجئة إلى قطاع الاستثمار داخل محافظة الأليوبية، خاصة الاستثمار البيطري قطاع المجازر. الملف ده مهم لأنه مرتبط بأمرين، أولهم الاستثمار كاستثمار زراعي ثروة حيوانية، والأمر الآخر كاستثمار والحفاظ على صحة المواطنين، لأن الاستثمار الحيواني أو الاستثمار الداجني بمصنعاته بكياناته بمؤسساته ومنهم وعلى أساسهم المجازر هي الجهة الإشرافية أو الجهة المنوطة بذبح الثروة الحيوانية سواء حيوانات أو سواء دواجن. والنهاردة في زيارتنا الميدانية دخلنا على أحد المجازر وهو مجزر الشرقاوي بمركز أليوب محافظة الأليوبية، لنرى هل ما ذكر من مسؤولين وقيادات الطب البيطري وقيادات وزارة الزراعة وقيادات محافظة الأليوبية، هل كلامهم والابتسامات العريضة ان كل شيء تمام وكل شيء تحت السيطرة وان الصحة العامة اهم شيء وان الخدمات المقدمة داخل مجازر محافظة الأليوبية خدمة مية مية، ولا الكلام مكاتب فقط؟ النهارده هيكون ضيفنا وضيفكم بعد التقرير اللي احنا عملناه او الزياره اللي احنا عملناها على ارض الواقع من صالات الذبح داخل مجزر الشرقاوي. عندما توجهنا ودخلنا من ابواب المجزر
حاولنا ننقل الصورة، وده اللي هيتعرض على الشاشة أمامكم، صورة التقرير داخل عملية الذبح ورأي الطب البيطري والطبيب البيطري المشرف. لكن خلونا النهاردة نسيب المشاهدين ان هم يشاهدوا التقرير براحتهم، لكن احنا عايزين النهاردة في فقرتنا الحالية نحن ضيوف عند مدير مجزر الشرقاوي، عايزين نسأله بعض الأسئلة ونقول فيها رسائل مهمة، سواء للمواطنين المستهلكين للحوم، والأمر الآخر للجزارين، والأمر الآخر لمربين الثروة الحيوانية، والأمر الآخر والأهم لقيادات محافظة القليوبية وقيادات وزارة الزراعة وقيادات الطب البيطري داخل وزارة الزراعة وداخل محافظة القليوبية. النهاردة هيكون ضيفنا وضيفكم الحاج مصطفى أبو ريا، مدير مجزر الشرقاوي ببلاقص مركز قليوب محافظة القليوبية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. حاج مصطفى، النهارده احنا طبعا نفسنا نبقى ضيوف عزاز عندك وخفاف، لان احنا جينا فجاه على المجزر مكانة. فسامحنا يعني ان احنا دخلنا فجاه، لكن احنا الحمد لله يعني انت رحبت بينا طبعا ولفيت معانا ووريتنا المجزر وخليتنا صورنا واتكلمنا مع الناس ونقلنا الصوره حيه. وما قيل من تصوير في المجزر سيتم عرضه. النهارده احنا عايزين نكمل مع حضرتك كمستثمر داخل محافظة القليوبية في قطاع المجازر، وهو حلقة الوصل بين المذبوحات قبل الذبح وبعد الذبح، وهو حلقة الوصل بين المربين والجزارين، وحلقة الوصل بين الاستهلاك الآدمي. فهي حلقة وصل مهمة، المجازر حلقة وصل مهمة. لو هي سليمة هيبقى ما يعرض للاستهلاك الآدمي سليم، ما لو في تهاون هيبقى في خطر على الصحة العامة. النهاردة خلينا نتعرف بحضرتك عن قرب، عايزين نعرف مجزر الشرقاوي والحاج مصطفى أبو ريا، الكيان ده عبارة عن إيه كمجزر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول، المجزر أنشئ عشان حاجتين. إيه هما الحاجتين أو المجزر الخاص عامة؟ المجزر الخاص زيه زي المستشفى الاستثماري، انت بتخش، احنا عندنا رقم واحد النظافة، رقم اتنين الطب البيطري، ده شغلانته ان هو بيكشف على المؤاخذة على الماشية اللي هي داخلة في المذبوحات ان هي سليمة غير سليمة غير آدمية للمستهلك. اللي فيها حاجة على طول الدكتور بيشركها ويعدمها، هنا بنعدمها عندنا، احنا عندنا اوضة اعدام ورا حضرتك ممكن تصورها او صورتها. ده بالنسبة للطب البيطري، وده مشترك معانا في اي لمؤاخذه ماشيه تخش المجزر لازما كشف الطب البيطري، دي حاجه متبعه طوال. خلينا حاج مصطفى عشان نبقى يعني نوصل الرؤيه للمشاهد اكتر، خلينا الاول نبدا بكيان المجزر كمجزر، وبعد ما نشرح المجزر مكون من ايه، وانت ليه استثمرت في القطاع ده بالذات، وليه الحاج مصطفى حط فكره، عشان انت النهارده بتحط فكره ان انا هعمل مشروع. هل المشروع ده مربح او مش مربح، هيقدم ايه او مش هيقدم ايه، هل هيفيد المنطقه او مش هيفيد المنطقه. فانا عايز الاول اقول فكره المجزر جت ازاي واشتغلت ازاي وايه الخطوات، وهل في تسهيل وتذليل العواقب ولا انت اشتغلت على طول، وايه اللي حصل بالظبط يعني؟ لا والله، هو المجزر ده سيادة المستشار جمال خطاب، ده انشئ سنة 2000، يعني دلوقتي بقاله 23 سنة. طبعا كان في تسهيلات من وزارة الزراعة، تسهيلات برضو من الطب البيطري سعادتك، ان احنا ننشئ اول مجزر في، يعني ممكن اول مجزر خاص، يعني ممكن كان في مصر كلها مش في القليوبيه بس، جمهوريه مصر العربيه. حتى من ضمن احنا عاملين ختم تصدير لحوم بره مش موجود في اي مجزر، عشان تكون عارف يعني مجزر الشرقاوي هنا اول مجزر، اول مجزر وفي نفس الوقت بيصدر. عندنا ختم تصدير عندنا هنا، واحنا جالنا هنا مندوب من الصين، يعني وفد من الصين، ان هم ان شاء الله هيعملوا مصنع لحوم عندنا هنا، واخد بالك، بحيث ان يبقى فيه تعاون بيننا وبينهم، واخد بال حضرتك، عشان ده اول مجزر. وبعدين الراجل جه دخل، الوفد ده جه دخل عندنا، ودي شهاده الحمد لله انا اعتز بيها، ان قال انظف مجزر انا شفته يمكن في الشرق الاوسط
مش في مصر بس. لان احنا زي ما سعادتك دخلت احنا اول حاجه عندنا النظافه دي اول حاجه عندنا ان يبقى فيه نظافه. هو المجزر مكون من ايه يا فندم؟ المجزر عندنا يا فندم مكون من اربع صالات كل صاله ممكن بتاخد 200 300 عجل في وقت واحد. اربع صالات كل صاله من 200 300 عجل. ايوه طبعا. عندنا فوق تلاجة كبيرة تبريد فوق عندنا في المجزر الدور الثاني. عندنا سوق للكرشة والكارع والمصارين والحاجات ديت. يعني هو مجزر متكامل عندنا، ما فيش فيه. عندنا غرف اللي هو غسيل السقط بتاع العجل، واخد بال حضرتك. عندنا برضو فوق لو حضرتك مثلا هتركن 20 عجل 30 عجل 40 عجل تبردهم، عندنا فوق الكلام ده. وفوق ده وده عندنا احنا عمال كتير بتساعدنا على الحاجات دي. طب انت جات لك الفكرة ليه يا فندم؟ يعني جات لك فكرة انك تنشئ مجزر ليه؟ ما هو انا انشأ مجزر عشان خاطر انا كانت الجهة دي كلها مفيش فيها مجزر، وفي الوقت ده كانوا بيقولوا مجزر شبرا الخيمة اللي هو الحكومة ما بقاش مستوعب خالص. فطبعا انت لو ما عملتش مجزر دلوقتي يبقى هتبقى سايبه، اي حد هياخد بيمته يتباعها بره، ممكن يبقى فيها مرض ويعلقها. انا ابني ياكل منها او ده ياكل منها. الاول انا حطيت في مخي ان انا يعني لازم نعمل ديت، يعني لازم انشا مجزر كاستثمار. هل حضرتك من مربي الماشيه ولا من جزار؟ من جزار، يعني جزار اصلا كمهنه؟ لا انا في الاول عندي مزارع بربي فيها وجزار وصاحب مجزر. لا انا بتكلم يعني انت دخلت قطاع المجازر عشان انت اصلا مربي ماشيه وفي نفس الوقت لا جزار. 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 فبالتالي جات لك فكرة ان انت تنشئ مجزر، إن أنا مجزر عشان انت شايف العواقب او شايف المشاكل اللي بيقع فيها الجزارين وفي نفس الوقت المربين. صح؟ طب حضرتك لو انا النهاردة انا كجزار جاي لحضرتك في المجزر وعايز اذبح الدبيحة بتاعتي، ايه اللي بيتم؟ ايه الاجراء اللي بيتم؟ والله اللي بيتم انت بتعود عليها قسيمة وبيكشف عليها الدكتور اللي هو المتخصص للمذبوحات. والبشكار هو بيتباعها وخلاص. ما الرسوم بقى يا فندم بتدفع لايه داخل المجزر؟ الرسوم هنا يا فندم بتبقى مشاركه بين الحكومه واحنا. طيب عايزين نتكلم، هل الحكومه هنا حضرتك زي ما حضرتك ذكرت الحكومه هنا بيبقى دورها ايه وايه وايه داخل المجزر؟ والله الحكومه بتوفر عليك كتير. الحكومه هنا بتبقى داخل المجزر ان هي مثلا بتختم صح، تشوف صحة البهيمة دي كويسة، ان هي مثلا للاستام تستهلك او مثلا تنعدم، لان دي حاجات احنا ما نفهمش فيها، اللي يفهم فيها الطب البيطري. حاج مصطفى بوريا مدير مجزر الشرقاوي ببلاقص محافظة القليوبية، بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الشيخ. شاكرين جدا جدا وشرفتونا ونورتونا شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملفات مسؤول. النهاردة وكما عودناكم واستمرنا في التعويد إن احنا نعمل حملات مفاجأة وزيارات مفاجأة ومرور مفاجئ، مرينا على بعض مشاريع الاستثمار وطرقنا الأبواب وشاهدنا الإنجاز. النهاردة من مكان جديد متميز، إنجاز زراعي، إنجاز خدمي، ولما نقول خدمي لازم نأكد إنه خدمي، لأن أي مشروع في الدولة ناجح لابد أن يخدم المواطن، وإذا كان المشروع يخدم المواطن يأتي في المرحلة التالية الاستثمار. ومن هنا ومن أهم ملفات للمسؤولين اللي احنا دايما بنحاول نبرزها ونحافظ عليها ملف الاستثمار. وعندما نتحدث عن الاقتصاد المصري وجب
أن ننزل إلى أرض الواقع. النهاردة في زيارتنا لمجزر الشرقاوي شبرا الخيمة محافظة الأليوبية معانا حوار لا نقول أنه شيق لكن نقول أنه واقعي وحقيقي وإبراز للحقائق وإبراز لما يتم على أرض الواقع من حقائق. هنسأل وهنحاور وهنواجه ونشوف هل الحكومة وقيادتها بتبرز فعلا أو بتساعد على الاستثمار والإنجازات ولا في رأي آخر. النهاردة هيكون ضيفنا وضيفكم المستشار جمال خطاب رئيس مجلس إدارة مجزر الشرقاوي بشبرا الخيمة محافظة الأليوبية. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك. بصفة حضرتك أولا يعني من ضمن أفضل المستثمرين داخل محافظة الأليوبية وفي الاستثمار والاستثمار خاصة الزراعي قطاع المجازر، عايزين نعرف فكرة المجزر اللي احنا فيه حاليا جات لك ازاي وإيه اللي تم عشان تنشئ المجزر كخطوات؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المجزر منشأ سنة 2000. المجزر أولا خدمة عامة يعتبر المحافظة الألوبية هو مجاور محافظة الألوبية. ثانيا إشراف طب بيطري من أول ما البهيم بيخش من باب المجزر، في كشف ظاهري وكشف فعلي، اللي هو الظاهري ده والبهيم داخل الدكتور بيبص عليه، الكشف الفعلي اللي هو لما بيتعلق قبل ما بيتختم الدكتور بيخش يكشف على الضرنات فيها أي أمراض بيتم الإعدام فورا. وعندنا الصندوق التأمين على المذبحات بمديرية الطب البيطري بالألوبية يعني مدعمنا إن يتم التعويض فورا لأي جزء من البهيم يتم إعدامه، فدي حاجة طبعا كويسة بالنسبة للمجزر. ويعني مش عايز أقول لك من ناحية الطب البيطري مش مخلين على جهدهم جهد. طب يعني دلوقتي أنا مثلا كمستثمر في بدايتي عايز حطيت فكرة إن أنا أنشئ مجزر، تمام، المفروض أحط أهدافي إيه؟ أولا المجزر منشأ علشان الشباب طالع جديد، في عمالة كتير يعني عندنا عمالة بسم الله ما شاء الله معدية 250 عامل داخل المجزر. 250 عامل؟ بسم الله ما شاء الله. المجزر ده يعتبر الأول على جمهورية مصر العربية، هو يعتبر أول مجزر اتنشأ في الألوبية. طبعا كان بدعم من السيد وزير الزراعة ومن السيد وكيل وزارة الطب البيطري، وربنا أكرمنا وتم إنشاء المجزر وتم افتتاحه سنة 2002 تحت إشراف طب بيطري كامل. يعني إحنا بنعملش حاجة إلا مع إشراف الطب البيطري، لأن عندي دكاترة هنا معينين من قبل الطب البيطري مقيمين في المجزر من الساعة 7 صباحا لغاية انتهاء العمل. أي حاجة تخش لازم يتم الكشف عليها. يمكن أنت حضرتك نزلت تحت لقيت الدكاترة موجودة بتكشف على المؤاخذة على اللحم، تكشف على البهيم وهو داخل صاحي، لأن دي صحة بني آدم. فلازم اللحم يطلع من هنا سليم 100%، والذبيحة ما تتختمش إلا بعد إذن الدكتور لما يكشف عليها. كشف تمام، الضرنات تمام، اللحم تمام، يتم التسريح بالختم. المستشار جمال خطاب حضرتك يعني ذكرت أن المجزر خدمة عامة، تمام، الكلمة دي طبعا كلمة مهمة، تمام. لأن أي مكان أو أي مشروع يقدم خدمة للوطن أو لأهل الوطن يعتبر وسام على صدر أي مستثمر، تمام. لو احنا عايزين نتكلم نوع الخدمات غير أن سيادتك طبعا النهاردة أنت بتذبح وتحت شروط ورقابه صارمه من الطب البيطري، تمام، وتحت قيادات تحت القيادات التنفيذيه داخل محافظه الأليوبية، لو عايزين نقول الخدمات الثانيه اللي ممكن بيكون يقدمها المجزر كخدمات عامه لاهل المنطقه اللي حواليه ان شاء الله. والله هو المجزر طبعا بالنسبه له خدمه عامه يعني بيخدم اهل المنطقه من عماله من مؤاخذه عليه ضغط في الشغل المنطقة المجاورة، بيزلل العقبات يعني ويسهل الأمور، بيزلل العقبات يعني في تسهيلات كتير. وطبعا كل ده بنجاحنا بالمجزر مع إشرافنا للطب البيطري، يعني الطب البيطري بيشرف علينا أي عقبة بيزللها لنا. وقت ما بنقول ألو في كذا كذا تلاقي لجنة عندك
تذلل لك العقبات الموجودة. هو ده الاستثمار. طب تقول ايه لبعض الاصوات المفتعلة المشاكل او مفتعلة الازمات يتحدثون عن ان دور الجهات الحكومية متمثل في مثلا وليكن قيادات تنفيذية انهم بيعطلوا حركة الاستثمار وسير الاستثمار ووصلت الدرجة لان قفل المشاريع، هل الكلام ده حقيقي؟ احنا هو شغالين من سنة 2002 وما فيش اي موازع عقبات عندنا، لان اصلا انا اللي يتبعني الطب البيطري وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية اي عقبة بيزلولها لي. اللي بيتكلم في كده ده يبقى مريض نفسي او مخالف القانون او مخالف، الله ينور على معنى مخالف. انما احنا عندنا هنا لمؤاخذة قرار وزاري من وزير الزراعة عندنا لمؤاخذة، لما بنقول عايزين نوسع المجزر عندنا الحجم بتاعه بقى ضيق على العملاء اللي بتيجي، فورا بيدوك التسريحات للتوسعات يبقى واقف قصاد منك فيه. يعني في تعاون جدا. ما هو لو ما فيش تعاون ما انا هقفل. انا ايه اللي هيخلينا استمر 23 سنه؟ ففي تعاون من جهه اللي هي مشرفه عليا. يعني سيادتك ذكرت بتقول لما اجي مثلا عندي تنميه مثلا وعايز اتوسع اروح اقدم الطلب، الطلب بياخد اجراءاته والناس متعاون. ما هو لو ما تعاونش معانا هقفل. الا بقى لو انت مثلا الامر هنا مثلا دي ارض مثلا ما ينفعش ياخد عليها توسعه او اي حاجه ضد القانون ما او ضد الشروط بيعمل اجراءاته، ولو في مثلا تصريحات من جهه اخرى بنروح لجهه وزاره الزراعه لان هي تتبعنا وزاره الزراعه بتذلل لنا برضو العقبات، لان ده مشروع استثماري ومشروع قائم وخدمه عامه زي ما قلت لحضرتك. فبناء عليه ما حدش بيقف قدام اي حد عامل مشروع خدمه عامه. طب رأي حضرتك ايه ودورك ايه وفكرتك ايه اللي تحب توجهها اللي تقولها للمستثمرين اللي لسه بيبدأوا مشوارهم وعايزين يشتغلوا في النشاط الزراعي سواء في المجازر او خلافه؟ والله انا اقول لهم ان الدنيا حلوة والدولة عندنا بتشجع المستثمر حتى الصغير قبل الكبير ويتوجه للجهات المختصة بالنسبة للمشروع بتاعه، وان شاء الله مش هيبقى فيه تزليق، مش هيبقى فيه عقوبات قدام من. بنشكرك يا فندم وفعلا تحيا مصر. نورتنا. اعزائي المشاهدين الوطنية المستشار جمال خطاب سبقني، وزي ما بيقولوا كده ايه السباق في الوطنية محبب والطمع في الوطنية جائز، فعندما نتحدث عن مصر قلوبنا تفرح ووجوهنا تبتسم. النهارده يا فندم احنا في زياره ميدانيه لاحد المجازر من وتعتبر من هي من افضل مجازر محافظه القليوبيه، وعايزين نعرف النهارده ايه دور المجزر اللي احنا فيه النهارده وايه الخدمه اللي بيقدمها لاهالي محافظه القليوبيه، وفي نفس الوقت دور الطب البيطري الاشرافي على هذا المجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في القليوبيه 30 مجزر ونقطه ذبيح منهم اربع مجازر خاصه. المجازر الخاصه اللي عندنا اتنين في مركز قليوب، واحد منهم مجزر الشرقاوي اللي احنا فيه دلوقتي، ومجزر الجيش في شبرا شهاب، ومجزر ورش ابو زعبل في مركز الخانكة. احنا النهارده في مجزر الشرقاوي خاص ببلاص مركز قليوب. دور الطب البيطري في المجازر عموما احنا اشراف في المجازر الخاصه، وبنعاملها وضع المجازر الحكوميه بتاعتنا بالظبط في كل حاجه. الخدمة اللي بنقدمها في المجزر ان احنا عندنا اطباء، في طبيب اسمه طبيب الادخال، ده بيبقى موجود على بوابة المجزر لاستقبال الذبيحة وهي حية لسه عشان يحصل عليها الكشف الظاهري قبل الذبح. غير الكشف الظاهري بالنسبة للإناث
بيتم في فحص اسمه الجس عشان موال العشر لازم برضو تخش على الزناقه ويحصل الجس. بنتقل للكشف الظاهري للطبيب الكشاف اللي على بوابه المجزر، والحيوان صالح ظاهريا وما بتظهرش عليه اي علامات مرضيه بيخش الى المجزر ويتم عمليه الذبح والتجهيز ويتم الكشف عليه بعد الذبح بواسطه طبيب اخر. في حاله صلاحيته مفهوش اي امراض بيتم ختم الذبيحه وخروجها من المجزر. في عندنا حاجه في المجازر صندوق اسمه صندوق التامين على المذبوحات. ده معمول خصيصا عشان نشجع الجزارين للذبح داخل المجازر وما يذبحوش بره السلخانات حفاظا على الصحه العامه للمواطنين. الصندوق ده فايدته ان هو اي جزء او كل الذبيحه لو حصل فيها اعدام داخل المجزر بيتم تعويض الجزار. دي طبقا لقوانين ولوائح ولائحه لهذا الصندوق بيحدد بها ثمن كل جزء او كل وثمن كل كيلو لحمه بالعظم وبياخد عنه تعويض الجزار، ودي حاجه لتشجيع الجزارين انهم يذبحوا في المجازر. عمليه التعويض يعني دلوقتي يا فندم التعويض ده بيبقى جاي من اداره الطب البيطري ولا من المحافظه؟ لا التعويض يا فندم ده من ضمن الرسوم اللي بتندفع في الذبح. لان ده صندوق اللي يعني الجزار او صاحب الذبيحه جاي يذبح في المجزر بيدفع من ضمن رسوم الذبح في رسوم بتورد لصندوق التامين عشان يتم التعويض منها مستقبلا. ولكن التامين على المذبوحات عندنا اختياري وليس اجباري. يعني حضرتك مشترك في صندوق التامين، دخلت بتبيع حصل فيها اعدام هتاخد، ما اشتركتش وما دفعتش رسوم التامين مش هتاخد، هتنعدم بدون ما تاخد اي تعويض. طب الرسوم دي عاليه يا فندم ولا لا؟ ده الرسوم عندنا حوالي 70 جنيه. 70 جنيه على كل راس؟ على كل راس بالنسبه للحيوان الكبير، والصغير 35. طب يا فندم انت حضرتك قلت ان في بعض المجازر منها حجم كبير او يستوعب مساحات اكبر وعدد رؤوس اكبر ومساحات وعدد رؤوس اقل. ايه الخواص المهمه في ان انتم بتعرفوا تقيموا ان المجزر ده كفاءته تستوعب اكتر او اقل من خلال اداره المجازر؟ اول حاجه بالنسبه لمساحه المجزر، بالنسبه لاستيعاب الحيوانات دي المساحه بتاعه المجزر دي مبدئيا بنقدر نحدد بها قوه المجزر ده يستوعب كام راس يوميا. احنا في المجزر اللي احنا واقفين فيه في ثلاث صالات، كل صاله ممكن تستوعب 30 راس في خلال ساعه. 30 راس في ساعة؟ في خلال ساعة كل صالة من الصالات الثلاثة. فده مجزر القوة الاستيعابية بتاعته كبيرة، هو منشأ لكده وترخيصه والقرار الوزاري بتاعه بالحجم بتاعه بقى على هذا الأساس. النهاردة في مجزر في إحدى المجازر الخاصة داخل محافظة القليوبية. نعم. وعايزين نعرف من حضرتك أول حاجة دور الطب الوقائي في المجازر وتطويرها وفي نفس الوقت أعداد المجازر اللي بتخدم المحافظة قد إيه؟ تمام. احنا عندنا هنا في محافظة القلوبية 30 مجزر حيوانات و28 مجزر دواجن. ال 30 مجزر حيوانات 26 منهم حكومي و4 قطاع خاص. اما بالنسبة لمجازر الدواجن فهم 28 وكلهم قطاع خاص. تطوير المجازر طبعا ده شيء ضروري مهم جدا لرفع كفاءتها وتقديم مذبوحات صالحة للاستهلاك الادمي وذات جودة عالية كمان. احنا عايزين طبعا نوصل المنتج للمواطن بصورة جيدة خالية من اي امراض او تلوث او ما شابه. حضرتك الفني دلوقتي في خلال تطوير المجازر انت النهارده بيبقى في رقابة داخل المجزر. طبعا. الرقابة اللي داخل المجزر دي بتبقى كبنود. تمام. ايه هي يا فندم؟ تمام. الدكتور داخل المجزر بيبقى عايز يكون متأمن عشان يدي قراراته بتلقائية وبدون مشاكل، خاصة لما يلاقي ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي. في أمراض طبعا بتعدم الذبيحة كليا وفي حاجات جزئية وكده حسب القانون والدستور وكده يعني. طبعا في مشروع تأمين على المذبوحات. مشروع تأمين على المذبوحات اللي هو أصبح دلوقتي اسمه مشروع تكافل الجزارين. ده بيعوض الجزار عن أي إعدام يتم لذبيحته داخل المجزر. دي حاجة بتشجع الجزار إن هو يخش المجزر ويذبح جوه المجزر
من غير مشاكل. ما ينفعش يبقى الدكتور حاتم معانا مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي ومديرية الطب البيطرة بالأليوبية وما نتكلمش عن دور الطب الوقائي في حماية الثروة الحيوانية خارج المجازر وصولا بالمجزر خروجا لاستهلاك الأدم. تمام تمام حضرتك. طبعا احنا متابعين القطعان الحيوانات خارج المجزر وبيتم حسب برنامج موضوع عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتحصين الحيوانات ضد بعض الأمراض، أمراض وبائية زي الحمى القلعية، حمى الوادي المتصدع، الجلدي العقدي، يعني في أمراض سيادية كده. طبعا احنا بنحصن بناء على برنامج الهيئة بتحطه. طبعا كل الكلام دوت منعا من دخول ذبيحة حيوان مريض داخل المجزر. ان حيوان يخش المجزر مريض ده ما بيتذبحش، بيتعالج الاول وبعد كده ممكن يتذبح. طيب في حالة ما الحيوان حالته الصحية مظبوطة ما فيش مشاكل فيها بيبتدي يخش داخل المجزر ومطبق الاشتراطات التموينية بيتذبح داخل المجزر وبيكشف عليه داخل المجزر، في كشف قبل الذبح وفي كشف بعد الذبح، وبناء عليه الحيوان بيتختم وبيصرح له بالخروج خارج المجزر. دكتور حاتم عبد الحكم التسويق، يعني لو انا عايز اسال حضرتك رسالتك اللي بتحب تقدمها للمستثمرين في المجازر وللمستهلكين خارج المجازر ايه فهم؟ تمام. طبعا احنا بنشجع الاستثمار المستثمرين انهم يستثمروا في المجازر، في قطاع المجازر زي المجزر اللي احنا فيه دلوقتي ده. هو مجزر انشئ سنة 2002 وكان له السابقة، كان يمكن اول مجزر خاص يتعمل عندنا هنا في القلوبية، في كل المحافظات طبعا مجازر قطاع خاص. اللي انا بقوله بقى يعني طبعا المجزر لازم يبقى على نفس المستوى ويفضل على نفس المستوى والصيانة فيه تبقى على طول. اي مجزر في الدنيا بيعتمد على المية والصرف والأرضية وحاجات أساسية، الحاجات دي لو أساسية تأكد أن المجزر هيبقى بخير والذبحة هيبقى بخير والدنيا هتبقى بخير. يعني خاصة الشروط الأساسية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي داخل المجزر والطب البيطري، تمام، هم دول أساس نجاح المجزر. تمام. وبالتالي خروج المذبوحات من المجازر للاستهلاك الأدمي بيبقى سليم 100%، صلاحة للاستهلاك الأدمي وذات جودة عالية كمان. طب خلينا جزار سولت له نفسه وذبح بره المجزر، نعم، الطب البيطري بيعمل ايه؟ يجي دور تفتيش اللحوم، تفتيش على اللحوم دي برضو إدارة موجودة ضمن الإدارات عندنا في المديرية، بتداهم الجزارين اللي بيتباحوا خارج المجزر وبيتعمل له قضايا وبنعرض على النيابة. وطبعا تكرار الموضوع دوت معاه بتبقى العقوبة مغلظة، يعني المرة الأولانية غير المرة الثانية غير المرة الثالثة. طبعا بيتذكر الكلام ده في المحضر انه سبق قبل كده تحرير المحضر لهذا تحرير محضر لهذا الشخص، بحيث ان هو يعني تتغلظ العقوبة اكتر من الاول.